في ظل الظروف اللي احنا موجودين فيها هلا، انت تخيل ان الام ما بتكونش عارفه كيف تطمن اولادها في وسط صوت القصف والزنانه اللي بتطلع هاي في الجو، انه هي خلص معروف هاي الزنانه اللي بتطلع في مكان راح ينقصف في هذه اللحظه، بتحاول ان هي تحتوي الاولاد، تطمنهم، ممكن تغني لهم، ممكن تحكي لهم اي قصه، تحاول تشغلهم باي شكل ما. بس في ظل الوضع الحالي هي بتضل ماسكة فيهم، عشان أول ما يحصل أي شيء تعرف تطلع فيهم برا في منطقة أمان. بس بدي أحكي لك اللي أقوى من الست، أو اللي إحنا اللي بنتأثر فيه أكتر منا إحنا كستات، مشاهد الأطفال، الرعب اللي هم بيشوفوه، النفضة اللي بتكون فيهم، ضعف الرجل لما تشوفه. يعني أنا بقول إنه إحنا كستات يمكن أقوياء، لما تلاقي الرجل اللي هو القوي، اللي هو سند العيلة، اللي هو المفروض إنه هو يكون هو الحجر الأساس اللي بيدعم عيلته، منهار. صعب صعب، قهر الرجل، قهر الرجال زي ما بيقولوا، ده أصعب حاجة في الدنيا، أصعب شيء. وهذا اللي يمكن اللي عامل فينا، يعني أنا شخصيا كتير مأثر فيه. ده اللي يعني أكتر مشهدين بيتحول لطاقة المقاومة، وده اللي بيتحول لطاقة الصمود، لما يشوف عيلته كلها، عيلته كلها بتروح منه، ده هو اللي بيتحول لهذه القوة اللي بنشوفها. يعني عيلته كلها بتروح منه بنهار، مشاهد كتير بتحزن القلب، لأنه إحنا متعودين على رجالنا إنه هم أقوياء، هم اللي بيوقفوا بوجه الاحتلال، هم اللي بيقاوموا الاحتلال. بس لما تلاقيهم، أنا عايزة أعرف أهلك وصحابك بيحكوا لك إيه؟ إيه المشاهد اللي بتحصل؟ سامحيني. قصف طول الوقت، طول الوقت دمار. بيطلعوا من مكان، بيروحوا لمكان، بتلاقي فيه قصف. الاحتلال لما نشر إنه انقلوا من اطلعوا من الشمال لاطلعوا للجنوب، وتم قصفهم، وشفنا كلنا المشاهد اللي انزاعت. يمكن هو استهدف المنطقة اللي ما فيهاش تغطية إعلامية لحتى ما حدا يحكي، بس كمان انحكى. هو بيحاول دايما إنه هو يغطي إعلاميا على المجازر اللي هو بعملها بحق شعبي.